بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في أن الولي ليس من شرط ولايته أن يكون معصوما. قال: وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، حتى يحسب أن بعض الأمور مما أمر الله به ويكون مما نهى الله عنه. ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله وتكون من الشيطان لبسها عليه لينقص درجته، ولا يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى. فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقد ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك، لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه، أشد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. وقد قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. في هذا الحديث قوله: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه، يعني من الإشفاق على أنفسهم من شدة ما ظنوه تكليفا لهم بما لا يطيقون. قوله: ألقى الله الإيمان في قلوبهم، أي الانقياد والإذعان التام، فهم كانوا مؤمنين قبل ذلك، ولكن لما سمعوا الآية أشفقوا وخافوا أن يكونوا كلفوا بما لا يطيقون، فلما سلموا بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذهم بما حدثت به أنفسهم، ليس يكلفهم بالخطأ ولا النسيان، وإنما يعفو سبحانه وتعالى عن ذلك، وإنما بقي المحاسبة على أعمال القلوب كالرياء والشك وكراهية أهل الحق أو نحو ذلك، فأعمال القلب يحاسب الإنسان عليها، الحسد مثلا يحاسب عليه. ولذا قال من قال: ما أن الآية ليست منسوخة،
والأحاديث صرحت بالنسخ، ولكن على اصطلاح السلف كما ذكرنا أن السلف اصطلاحهم في النسخ أوسع من الاصطلاح، بمعنى أنهم يسمون التخصيص والتقييد والتبيين لما يحتمل الإجمال نسخا، لأنه أزال ما يتوهم من العموم أو ما كان من العموم، فيمكن أن يكون فعلا مرادا به العموم ولكن نسخ الله ذلك فلم يصر عاما وإنما صار خاصا. ليس كل ما أخفوه في النفوس يحاسبون عليه، إنما يحاسبون على أعمال القلوب. أما حديث النفس أما الخطأ والنسيان مما يكون في النفوس فالله لا يؤاخذ العباد عليه. وقال وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فلم يؤثم المجتهد المخطئ، بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأه مغفورا له، ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله إلا أن يكون نبيا. هذا الفصل يعني مهم جدا لأمرين. الأول هو فرق أساسي بين أهل السنة وبين الصوفية والرافضة ومن نحى نحوهما وقال بعصمة الأولياء، هذا اعتقاد فاسد، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من دونه يخطئ ويصيب. فسيد الأولياء في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي أولها، قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإذا يمكن أن يخطئ وهو ولي الله. أفضل الأولياء في هذه الأمة أفضل أصحاب الأنبياء على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك لا تخبرني ما أخطأت فيه. قال: لا تقسم. فلم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نقول عمر رضي الله عنه وهو بالقطع ولي لله عز وجل وهو المحدث الملهم، وما وقع من أمره في قصة الحديثات مشهور. قال: وعملت لذلك أعمالا. أراد أن يرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أخطأ في هذا الصلح أو هذه الشروط، ووقع في قلبه من ذلك ما وقع، فكان مخطئا رضي الله عنه، واستغفر الله وتاب وجعل يعمل أعمالا ليكفر ما صنع، ليكفر ما صنع. فهذا دليل على أن الأولياء تجوز عليهم الذنوب والأخطاء، إذا كان الأولياء تجوز الذنوب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم معرفة فضلهم تجوز عليهم الذنوب الصغائر والكبائر، ليسوا معصومين، ولكن ما سبق من فضائلهم يغمر ما قيل عن مساويهم فضلا عن الاجتهاد. فإذا كان الخطأ بعد الاجتهاد والبحث عن الحق كان الخطأ مغفورا. قول: إذا كان الخطأ بعد الاجتهاد والبحث والبحث عن الحق كان الخطأ مغفورا، وكان صاحبه على الاجتهاد مأجورا. وكذا من كان مقلدا للمجتهد تقليدا سائغا لعدم معرفته بالحق، مثل المجتهد المخطئ أيضا. إنسان استفتى أهل العلم في مسألة هو لا يعرف الأدلة فيها ولا يستطيع فهم الأدلة ولا الجمع بينها، فسأل أحدا ممن يحسن الظن به أنه من أهل العلم فأفتاه منكسرا أمر الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا إذا سأل من يثق فيه من أهل العلم والورع فأفتاه فاتبع فقد بذل ما يستطيعه من الجهد، فهو أيضا إذا أخطأ مغفور له خطأه، يعني مجتهد بدرجة ما. يسمى هذا المقلد مجتهدا من جهة أنه بذل جهده، مغفور له خطأه مثاب على ما بذل من جهد أيضا. طب إذا سأل من يعلم أنه ليس من أهل الورع يقول لك: أنا عارف أن الشيخ ده شيخ مش كويس، بس هو اللي هيغلب الذنب في الأبس. لا يسعه ذلك، يبقى ده تقليد غير سائغ،
إذا كان يسأل من ليس من أهل العلم ولم يتحر في البحث عن أهل العلم، وإنما سأل من وجده في الطريق مثلا فأفتاه بأمر ففعل، يأثم بذلك، لم يبذل جهده. لابد أن يبذل الجهد في البحث عن أهل العلم وأهل الورع. فإذا اجتمع الأمران ما يلزمش الأعلم الأورع إلا إذا اختلفوا عليه، فيقلد الأعلم الأورع. وأما إذا لم يختلفوا عليه ولكن سأل عن عالم ورع ووصل أو وثق بعالم وظن به الورع فهو معذور. أما من يعلم يعني أنه ليس بعالم أو أنه ليس ورعا لا يتقي الله ولا يتورع في الفتوى بالباطل، فلو سأله أثم إذا عمل بقوله. فرق أساسي. لماذا؟ لأن الرافضة عندهم أن الأئمة الاثنى عشرية الاثنى عشر كلهم معصومون، فصار مصدر التشريع واسع جدا. كل رواية مروية عن أحد الأئمة هي بمنزلة القرآن والسنة، بل الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة لا اعتبار بها إلا أن تكون مروية من طرق أهل البيت. ففي الحقيقة قدموا أقوال أهل البيت على الكتاب والسنة، بل في الحقيقة ليس أقوال أهل البيت، بل قدموا ما يروى عندهم من الأكاذيب على أهل البيت على الكتاب والسنة. وكل رواية أنهم معصومون، فهم يخبرون إذن عما شرعه الله عز وجل مطلقا. هذا من أبصر البصر. والصوفية عندهم من هذه الشبهة أيضا، وهم أبناء عمومة للرافضة في هذا الباب في الغلو في الأئمة، وخصوصا في أئمة أهل البيت، وهم أن كل الشيوخ عندهم يعني بمنزلة المعصوم، إن لم يصرحوا فهم يعاملونهم كذلك، يعاملونهم على أنهم معصومين، إن الشيخ قد قال كذا في المسألة الفلانية ومن اعترض انطرد، ويكون في بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاصب، فلا يعترض عليه بشيء إذ أن الشيخ أعلم منه، فلا بد أنه لا يخطئ أبدا. ومن هنا صار عد المنكرات كرامات ولا حول ولا قوة. فهذا فرق أساسي بين أهل السنة وبين هؤلاء المخالفين، وأنه ليست لا صح الاحتجاج لأن الولي الفلاني قد فعل الشيء الفلاني أو قد قال الشيء الفلاني، ممكن يكون خطأ وهو من أولياء الله، ويمكن أن يكون قد عصى وهو من أولياء الله، لكنه تاب إلى الله عز وجل أنه لا يصير المعصية. الأمر الثاني في أهمية هذا الفصل هو إثبات الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع في قضية الإلهام والمحادثة والكشف وما يلقى في قلوب أولياء الله الصالحين. لماذا؟ أن يقول ده باب إذا كان وارد أن يخطئ يبقى ممكن الكشف اللي يحصل له يكون إيه؟ يكون خطأ، يكون كشف رحماني، يكون الإلهام ده إلهام من الشيطان، يكون فكر نفس حديث نفس وسوسة والشيطان دخل فيه، ولا إذا الشيطان بيقول أن يكون من الشيطان وهو لا يعرف، يمكن أن يكون. أبو بكر رضي الله عنه لما أقسم وقال والله لا أطعمه في مع الأضياف، ثم قالوا والله لا نطعم حتى تطعم، فقال الأولى إيه؟ من الشيطان، اليمين الأول اللي حلف أنه هو آكل علشان الأضياف ما كانوش أول ما قدم لهم الطعام حلف ألا يكف، فقال هذه من الشيطان. الحديث البخاري. إذا أبواك الصديق رضي الله عنه قال عن كلمة قالها أنها إيه؟ من الشيطان، يبقى هما لن يكونوا أفضل من أبواك الصديق، يبقى وارد أن يكون والي من أولياء الله ويلقي الشيطان عليه شيئا، وبالتالي يعني كونه يحصل له كشف أو محادثة أو يلقى في قلبه شيء فهذا ليس بمعصوم. لذلك نقول هو أن هذا هو الفرق في هذه المسألة. أولا هناك من ينكره بالكلية وهذا منكر وفاسد، هناك يقول لك نفس ما كشف ولا إلهاك ولا محادثة وكل ده زعبلات، لا كلام باطل قطعا. ولا يبني يعني مسألة إثبات هذه الأمور من أنواع العلوم والمكاشفات ومن أنواع القدرة في إثبات البكت ورامات الأولياء عقيدة أهل السنة، لأن البعض لما يرد على الصوفية بعض المتأخرين بالغ في الرد إلى أن وصل إلى بدعة، وهو إنكار الكشف والإلهام بالكلية، إنكار أن هناك تحديث مع أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وجود محدثين في أمته. نقول وهناك من يجعل هذا الكشف والإلهام دليلا مستقلا بل ويقدمه على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من أعظم أسباب الانحراف والبدع التي وقعت في كثير
ممن يكون في نفسه صالحا فقعت من كثير ممن يكون في نفسه صالحا، لكنه لما وقع في قلبه شيء لم يهتم بعرضه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ظن ان هذا دليل قاطع لا يحتمل خطأ ولا ترددا، كما يقول صاحب منهج الشائرين عن الالهام انه نبأ يقع وحيا قاطعا. يعرف الالهام بيقول نبأ يقع وحيا، وحيا قاطعا، ميبقاش عنده احتمال تردد في هذا الالهام. اللي هو الهروي للامام القيم بيشرح الكتاب بتاعه في مدارج التركيب بيقول الالهام نبأ يقع وحيا قاطعا، اي ان الالهام نبأ يقع في القلب وحيا قاطعا لا يحتمل عنده ترددا ولا خطأ. وهذا ادى الى انحراف فرق كثيره، وحتى لو اهتم ان يعرضه ولكن ممكن يكون عرضه على الكتاب والسنه فاخطا الدلاله، يمكن ولي من اولياء الله ظن ان هذا الامر لا يخالف الكتاب والسنه وهو مخالف الحديث الصحيح يخالفه. لذلك نقول اهل السنه يثبتون هذه الاشياء الكشف، يعني يكشف الانسان عن امور غائبه عن غيره. والالهام كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان في من كان قبلكم محدثون ويكن في امتي احد فانه عمر. فأهل السنة يثبتون هذه المحادثة وأنه يقع في قلبه أمور، وربما سمع بعض كلام الملائكة ورأى بعضهم، يعني يمكن بعض الصالحين يسمع الملائكة. نعم، فقد سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جبريل وهو أتى في سورة دحية الكلبي، ورأى أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه الملائكة التي نزلت تستمع قراءته ورآها مثل الظلة. وهذا ثالث، يمكن يسمع كلاما آخر مثل ما سمع سارية قول عمر يا سارية الجبل الجبل، والحديث حسن. فنقول لا مانع من ذلك، لكن يجب النظر، فإنه نتيجة عدم العصمة، نتيجة اعتقاد عالم العصمة، نتيجة عدم العصمة يمكن أن يكون هناك خطأ او التباس احوال ايمانية باحوال شيطانية. وعمر رضي الله عنه سيد الملهمين وقع في نفسه ان ما كان في صلح الحديبية دنية في الدين، قال لما نعطي الدنية في ديننا، مع انه في الحقيقة كان عزة في الدين، وكان ذلك لو القول بتاع لما نعطي الدنية في ديننا كان ذلك من الشيطان. ولا يبعد ان يأمر الشيطان ولي الله عز وجل كما قال ابو بكر رضي الله عنه في اليمين حين اقسم ان لا ياكل مع الاضياف عندما امتنعوا عن الاكل فرجع عنها وقال الاولى من الشيطان. فعلم ان اليمين التي اقسم من الشيطان ليؤدي الى فساد العلاقه بينه وبين اضيافه. فاذا كان الامر كذلك وهؤلاء هم افضل الناس بعد الانبياء، فهل يمكن ان يكون من دونهم في الولايه لا ياتيه الشيطان؟ بالقطع لا، لكنهم لهم فضيله ومزيه انهم يغلبون الشيطان ويرجعون سريعا لما عندهم من العلم. فأهل السنة يثبتون الإلهام والكشف والمخاطبة، ولكنهم يستأنسون بها ولا يستدلون بها. وسط بين اللي بينكرها بالكلية وبين اللي بيجعلها دليل إيه؟ مستقل، لكن يمكن الاستئناس بهذه الإيه؟ الرؤى، بهذه الإلهامات وأنواع الكشف. الصوفية يأتون بالأوراد الكثيرة، كل طريقة لها وردها، تلقوها من خلال الإلهام والكشف. يقول لك الشيخ الفلاني ألهم هذه الصيغة من الأذكار، وألهم هذه الصيغة من الصلاة والصلاة الفاتح، الصلاة أو رد الشاذلي مثلا، يقول صيغة معينة، يقول لك ده بالإلهام، ده بالكشف، ده شافها في المنام، ده تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة الفلانية من غير أدلة، وأحيانا تكون فيها بلا شك منكرات. نقول هذه لا تصلح أن تكون دليلا، بل إذا عرضت على الأدلة فهي ظهر انها بدعه لا يجوز ان يبنى عليها حكم شرعي باستحباب كذا وكذا، لان كلمه الاستحباب ده حكم شرعي ما ينفعش يكون دليل عليه رؤيا راها انسان. واحيانا يلزمون السائر في الطريق باشياء معينه لم ترد في كتاب ولا سنه ولا قول صحابي ولا غيره. اما اهل السنه فيجعلونه امورا يستانس بها كالرؤيا والمنامات والكشف والالهام، هي كلها يعني تعرض على الكتاب والسنة، كالرؤيا والمنامات والكشف والإلهام. هي كالرؤيا والإلهام تعرض على الكتاب والسنة. فإذا كانت مخالفة يجب أن ترد.
فهم لا يستدلون بها لاحتمال الخطأ، فالاستئناس دليل مرجح احيانا وليس دليلا مستقلا دون النظر في الكتاب والسنة. فان قيل ما الخطأ في الاذكار التي يقولونها؟ الجواب: بعض هذه البدع في الاذكار من جهة تحديد ارقام معينة، وبعضها في اصل الورد نفسه يكون فيه بدعة، كالذكر باللفظ المبهم او اللفظ المفرد، المبهم اللي هو هو او المفرد هو حي حي، وغير ذلك من الاذكار البدعية. يعني بعضها يكون فيها منكر في ذاتها، بدعة في ذاتها اصلا في اصل الذكر، وبعضها في التقييد يقول له قول 70,000 مرة استغفر الله، او قول 30,000 مرة لابد ان يقول ذلك، يلزم بذلك ويقول له ما يحصلش صلاح للقلب قبل ان يصل الى هذا العدد. فمثل هذا الامر لما نقول ان الولي ليس من شرطه اولاد ان يكون معصوما، اذا امتنع ان يكون كلامه كله ايه؟ دليلا، مش كله حق، ممكن يخطئ وهو ولي من اولياء الله. يقول لهذا، يقول شيخ الاسلام: لهذا لما كان ولي الله يجوز ان يغلط لم يجب على الناس الايمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله الا ان يكون نبيا، بل ولا يجوز لولي ان يعتمد على ما يلقي الله في قلبه الا ان يكون موافقا، وعلى ما يقع له مما يراه الهاما ومحادثة وخطابا من الحق، بل يجب عليه وما يجوزش ان يعتمد على ما يقع له مما يراه الهاما، مما يظنه الهاما ومحادثة وخطابا من الحق، بل يجب عليه ان يعرض ذلك جميعا، ان يعرض ذلك جميعا على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فان وافقه قبله وان خالفه لم يقبله، وان لم يعلم اموافق هو لقوله ام مخالف توقف فيه، والله اعلم. هذا الفصل مهم للغاية في هذا الباب. يقول: والناس في هذا الباب 3 أصناف طرفان ووسط. فمنهم من اذا اعتقد في الشخص انه ولي لله وافقه في كل ما يظن انه حدثه به قلبه عن ربه وسلم اليه جميع ما يفعله، ومنهم من اذا رآه قد قال او فعل ما ليس بموافق للشرع اخرجه عن ولاية الله بالكلية وان كان مجتهدا مخطئا. اذا ايه غلط في حاجة يبقى هو ضال، يبقى هو ليس من اولياء الله، يسارع في التضليل والتبديع مع انه يكون مخطئا وربما يؤجر اجرا واحدا حتى ولو قال بدعة. يعني التبديع ما يلزمش للشخص الا بعد استيفاء شروط وانتفاء الموانع. يقول: وخيار الامور اوسطها، وهو ان لا يجعل معصوما ولا مأثوما اذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع الجهاد. نقول: لا شك ان صدور امور من الكفر مع القول بانه امور جهادية فيه نظر، بمعنى انه اذا قيل ان هذا كفر فهذا لمخالفته المقطوع به في الشريعة، وبعد بيان القرآن وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم اصبحت الامور الكبرى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم من اصول الاسلام والايمان والاحسان معلومة لكل من يطلبها، وغالبا ما يكون هناك نوع من التفريط في البحث والسؤال في من خالفها في الامور الكبرى. فالاصل ان من كان مجتهدا حتى اذا كان خطأه كفرا ولم يقصر في بذل الجهد في معرفة الحق والصواب وخفي عليه ولم يكن متبعا للهوى فهو مأجور حتى لو قال كفر. نعم، لو وصلت الى ذلك نقول ده الاصل كقاعدة، بس الشروط اللي قلناها: لم يقصر في ايه؟ في بذل كل الجهد في معرفة الحق والصواب، وبعد ذلك خفي عليه ولم يكن متبعا للهوى، يعني نيته كانت خالصة وجهده بذل كل ما في وسعه ومع ذلك اخطأ، لكن يندر جدا، يقول ده الاصل، ولكن في الحقيقة ان الواقع ده نادر، يندر جدا ان لا يكون هناك تقصير في الاجتهاد والبحث فيما وقع في امور كفرية. ولذلك كان رؤوس البدع عند اهل السنة مبتدئين. ليه ذموا جهل بن صفوان؟ ما قالوش عليه مجتهد مخطئ. ليه ما ذموا مثلا بشر المريسي؟ ليه ذموا الخوارج رغم ان هم ممكن يقولوا عليهم مجتهدين مخطئين؟ لان هؤلاء قصروا في الايه؟
السؤال والبحث ولم يبذلوا الجهد، وكثير منهم كان متبعا للهوى والعياذ بالله، بل وبعضهم اقيمت عليه الحجج التي يكفر بعد اقامتها او يضلل ويبدع. فهذا امر في غايه الاهميه في هذا الباب. يقول: والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، واما اذا خالف قوله بعض الفقهاء ووافق قول اخرين لم يكن لاحد ان يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. يعني كلمه الشرع لا تطلق الا على ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، مش على كلام بعض العلماء. يقول: قد يكون يعني فتوى العالم ليست هي الشريعه، الشريعه هي ما انزله الله من الكتاب وما قاله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم واقره من السنه وما اجمع عليه اهل العلم. قد يكون المجتهد مخطئا فلا يخرج عن ولايه الله، ويمكن بالاولى ان يكون خالف بعض الفقهاء ولم يخالف الشرع، ولا بد في مخالفه الشرع ان يكون الامر من البينات التي جاءت من عند الله. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فالخلاف المحرم هو خلاف البينات، الذي خالف الشرع هو الذي خالف البينات، اما الذي خالف اقوال بعض الفقهاء وهو عند المجتهد الذي تابعه قد وافق الشرع فلا يصح ان يقال عن خلافه انه محرم، فلا يقال هذا خالف الشرع لكونه خالف ابا حنيفه او مالكا او الشافعي او احمد، وانما الخلاف المذموم يعني خلاف البينات وهي النصوص من الكتاب والسنه وكذا الاجماع القطعي والقياس الجلي. اللي خالف اصل الاصول الاربعه دي يخالف البينات اللي هي النصوص. يعني ايه النصوص؟ يعني ما لا يحتمل الا وجها واحدا، حديث صحيح لا معارض له، ايه بينه معلومه التفسير لا يختلف في تفسيرها ودلالتها، والاجماع المقطوع به لان الاجماع منه ما هو ظني يبقى زي الحديث الصحيح عند من بلغه، واجماع قطعي يبقى ده مقطوع به زي الحاجه المتلقاه بالقبول التي لا يجوز ردها. والقياس الجلي يعني على سبيل المثال مثلا نقول مثلا تحريم الربا في الارز قياسا على تحريمه في القمح، وجوب الزكاه في الارز مع على قياسا على وجوبه في القمح مثلا، قياس الاوراق النقديه في وجوب الزكاه عليها على الذهب والفضه مثلا. لو جه واحد وقال النهارده لا مفيش زكاه في الاموال النقديه دي في الاوراق، الناس اللي معاها فلوس اللي معاها الزكاه، اللي معاه زكاه هو اللي معاه ايه؟ ذهب وفضه. ده قياس مخالف بلا شك، ينكر على ايه؟ على قائله. زي اللي يقول دلوقتي برضه كده ان الربا في الاموال دي مش معتبر، ده قول باطل قطعا، ده ينكر على قائله. يعني يقول لك ان الجنيه بجنيه وربع ده ما فيهوش حاجه، ان ها مكفر، لا ده قول في الحقيقه بدع ضلاله، بناء بقى على ان هو بذل الجهد ولم يتبع الهوى ولا قصر في طلب العلم. لكن اذا خالف القياس الجلي فهو خلاف البينات، يبقى خلاف محرم ولا يجوز لانه خالف القياس الجلي. ها الاستحلال ده عشان مساله مش ما قلنا ما هياش نص، يبقى تفسيره فيه ايه؟ فيه نظر لا يكفر في ذلك. يعني لو واحد قال ان الربا في الجنيه والجنيه وربع عشان دي اوراق نقديه مش ليها نفس الذهب والفضه هنقول ده ضلال مبين، لكن لا يكفر في ذلك. انه يقر ان الربا المحرم في ايه؟ في كل ما يفترض. يعني الصحيح طبعا مفيش قياس الصواب الذي لا شك فيه ان مثل هذا القياس من خالفه قياس الجلي يذم. يقول شيخ الاسلام: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قد كان في الامم قبلكم محدثون فيكن في امتي احد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو لم ابعث فيكم لبعث فيكم عمر رضي الله عنه. والحديث لفظه: لو كان بعد النبي لكان عمر. اللفظ المذكور اخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، لكن الحديث الثاني هو نفس المعنى: لو كان بعد النبي لكان عمر. وفي حديث اخر: ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه،
وفيه لو كان نبي بعدي لكان عمر، قال لنا حسن. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد ان السكينه تنطق على لسان عمر. ثبت عنه ذلك من ذلك الشعبي، اخرجه البغوي في شرح السنه. فهذا دليل على ان عمر رضي الله عنه كان مؤيد بالملائكه، يظهر الله ينزل الله السكينه على قلبه ويجعلها تظهر على لسانه، اللي هو ان السكينه تنطق على لسان عمر، بمعنى ان السكينه تنزل في قلبه طمأنينه للحق، ثم ينطق بذلك وتظهر هذه الطمأنينه للحق الموافقه للحق. واذا سمعته اطمأننت تماما وسكنت وسكن كل من سمعه الى انه الحق. لا، ليس فيها ليس انه الوحيد المحدث، ولكنه اولاهم واقربهم واعلاهم قدرا. ليس ان عمر وحده هو المحدث، وانما التحديث يقع لمن دونه كذلك. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما كان عمر يقول لشيء اني لاراه كذا الا اراه كما يقول. اخرجه الترمذي بسند صحيح. عن قيس عن طارق رضي الله عنه قال: كنا نتحدث ان عمر ينطق على لسانه ملك. ايضا اثر صحيح من كلام طارق، ورواه الطبراني عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: كنا نتحدث ان عمر ينطق على لسانه ملك. وكان عمر يقول: اقتربوا من افواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فانه تتجلى لهم امور صادقه. وهذا يدل على ان الامر ليس مقصورا على عمر كما ذكرنا، ولكن بقدر الطاعه. وهذه الامور الصادقه التي اخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه انها تتجلى للمطيعين، هي الامور التي يكشفها الله عز وجل لهم. هذه معنى الكشف. فقد ثبت ان لاولياء الله مخاطبات ومكاشفات. عشان كده قلنا اعلى الكشف والكشف عن الحق فيما اختلف الناس فيه في المسائل الخلافيه. ليس ممكن يسمع من الملائكه كما ذكرنا مخاطبات، يعني يمكن ان يسمع من الملائكه. واحد بيقول ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم امره بحلق اللحيه، فرجل ضاج والعياذ بالله، هذا هو انه لو عرض هذا على الكتاب والسنه لوجد ماذا؟ لوجد ان الشيطان هو الذي يامره بذلك وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو عليه الصلاه والسلام نصوص السنه الصريحه المتفق عليها: اعفوا اللحى واعفوا الشباب. فليس كل اهل، ما هو دي بقى اللي بنقول الفرق بين اهل السنه وبين هؤلاء اهل البدع الذين يجعلون هذه الامور، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لي، اين قال لك ذلك؟ إذا علمت أنه يأمرك بمخالفة ما ثبت في السنة فاعلم أنه ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإن توهمت ذلك. وأفضل هؤلاء في هذه الأمة، يقول شيخ الإسلام: وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك كما قال ذلك علي رضي الله عنه لما سأله محمد بن حنفية: يا أبتي أي وليكم أفضل بعد نبيها؟ قال: وما تعلم يا بني؟ قال: لا. قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه مسلم. يقول: وقد ثبت في الحديث الصحيح تعليم عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قوله: لو حجبت نساءك، وفي قوله للنساء النبي عليه الصلاه والسلام: اجتمعنا على الغيره عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، الايه. كل هذا نزل القران بموافقته بعد ان قاله عمر. يقول شيخ الاسلام: وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك.
كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين، والحديث معروف في البخاري وغيره. فعمر رضي الله عنه وافق ربه في أكثر من ثلاثة مواضع. الغرض المقصود أن التحديث لو وقع لمن لأي أحد لابد أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة، فإذا وجده يخالف رد هذا التحديث وعلم أنه من الشيطان. نعم، وافق ربه في غير موضع منها أيضا أشربت. فصل فضل الصديق على المحدث. يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتبر بتكملة الكلام السابق في رجوع عمر رضي الله عنه عما رآه يوم الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتمر سنة 6 من الهجرة، ومعه المسلمون نحو 1400، وهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام المقبل، وشرط لهم شروطا فيها نوع غضابة على المسلمين في الظاهر لأن يرجعوا ذلك العام، أن يردوا من يأتيهم من الكفار ولا يرد الكفار من يأتيهم من المسلمين، أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكتبوا هذا ما صلى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. هذه فيها غضابة على المسلمين في الظاهر، فشق ذلك على كثير من المسلمين، وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة. الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لأمر الله عز وجل، والله أعلم سبحانه وتعالى. وكان عمر ممن كره ذلك حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاه في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية فيهنا. الكلمة دي كلمة شديدة جدا، ان دي ايه؟ دنية. ان عمر يقول على ما اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وقبله ايه؟ دنية في الدين. ولكن كما ذكرنا هي عزة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اني رسول الله وهو ناصري ولست اعصيه، انا اعمل ما امرت به. ثم قال: افلم تكن تحدثنا ان ناتي البيت ونتطوف به؟ قال: بلى. أقلت لك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو بكر سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أجاب بنفس الأجابة بالضبط من غير أن يسمع جواب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إنه رسول الله وهو ناصره وليس عصيه. فقال له زاد فاستمسك بغرزه. قال: ألم يكن يحدثه أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أقال لك أنك تأتيه العام؟ نفس الكلام بالنص. فقال: ولم يكن أبو بكر سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم من عمر، وعمر رضي الله عنه راجع عن ذلك وقال: فعملت لذلك أعمالا. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر موته أولا، وحتى قال أبو بكر إنه قد مات، فرجع عمر عن ذلك. حديث متفق عليه، حديث رواه البخاري، بل أقسم عمر أنه لم يكن أنه مات، وأنه لا يرجع عنه، فلا يقطع عن أيدي رجال وأيدي يزن أرجلهم، اللي هم يقولون هو ايه؟ مات. لما ابو بكر قال مات سقط عمر رضي الله عنه. وده دليل ان ابو بكر كان اكثر ايه؟ علما، اعمق علما، وعمر رضي الله عنه كان يرجع الى راي ابي بكر رضي الله عنه. وابو بكر كان اعلم وافضل بلا شك. وكذلك قال في مانع الزكاه، في قتال مانع الزكاه، قال عمر يا ابي بكر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق.
هذا دليل على ان عمر كان يرجع عما يقع في قلبه. يبقى الالهام اللي وقع في قلبه ساعات يبقى حاجة من الشيطان فيمتثل ما ورد في الشرع، وهذا هو الواجب. يقول شيخ الاسلام: لهذا نظائر من تقدم ابي بكر على عمر، مع ان عمر محدث تحدثه الملائكة يعني وتقذف في قلبه شيئا، وهناك واعظ من الله عز وجل في قلب كل مؤمن، هناك واعظ الله في قلب كل مؤمن. الملائكة اصلا بتأمر المؤمن بالايه؟ بالخير. الواعظ فوق الصراط، فسرنا في الحديث ففسره فقال: فهو واعظ الله في قلب كل مؤمن. اذا كل مؤمن في قلبه ايه؟ واعظ من عند الله، يعظه يلقي في على على الى قلبه الكلمة الطيبة. فالمحدثون ربما يسمعون الخطاب مباشرة او يلقى في قلوبهم، ومرتبة التحديث ارفع من مرتبة عامة المؤمنين، وارفع منها مرتبة الصديقين. يعني المؤمن ممكن يجيله خواطر في قلبه ايمانية، الخواطر الايمانية دي ايه؟ هي من واعظ الله عز وجل. البعض ممكن يوصل انه يسمع هذه الايه؟ الاقوال فعلا، ولكن اعلى من ذلك مرتبة الصديق. فعمر مع كونه محدث فان مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لان الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه اشياء، وقلبه ليس المعصوم، فيحتاج ان يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. من هنا نعرف ان اثبات كرامة الالهام والكشف والتحديث ليس معناه اثبات انها من مصادر التشريع، لانها قابلة للخطأ والصواب. فلا بد ان نعرض هذه الادلة، لابد ان تعرض على الكتاب هذه الاشياء، الكرامة والكشف، كرامة الالهام والكشف والتحديث لابد ان تعرض على الكتاب والسنة واجماع سلف الامة، بل القياس الصحيح يقدم عليها. القياس الصحيح اقوى منها. ولذلك ابو بكر رضي الله تعالى عنه قصص صلاة الزكاة على ليه؟ على الصلاة، فكان مقدما على تحديث عمر، او على ما وقع في قلب عمر، هو مش محدد، مش تحديث من الملائكة كان. لان القياس الصحيح مرده الى الوحي، وغلبة الظن في صحته اقوى من غلبة الظن في صحة الالهام او الكشف. لذلك يستأنس بهما ولا يستدل بهما. الكشف ان يكشف الله عز وجل له عن امور غابت عن غيره، كما وقع لعمر في قصه ساريه كما ذكرنا، والحديث حسنه هو الواحد. اعظم درجات الكشف الكشف عن الحق، مثل انشراح صدر ابي بكر رضي الله عنه للقتال، فيكشف للولي عن الحق بادلته الظاهره. ايه الادله؟ كانت الايه؟ العموم بحقها، والقياس على الايه؟ على الصلاه. يقول: الصلاة حق، الزكاة حق المال، فيكشف للولي عن الحق بأدلته الظاهرة حتى يقع في قلبه أن الأمر سيكون. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يجزم في بعض الوقائع مع التتار أن المسلمين سينتصرون في هذه الواقعة، لأن صفاتهم قد تغيرت، فتوقع له النصر، وكان يقال له: قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وإن كان الصواب أن الإنسان لابد أن يعلق الأمر على مشيئة الله، صح أنها تكون إيه؟ تعليقا، لكن هو لأن الأمور تحتمل الخطأ والصواب. فالكشف والإلهام من أنواع العلوم التي تقع في القلوب، مما يكرم الله به أولياءه المتبعين للكتاب والسنة. فإذا وجد من ليس كذا فإذا وجد من ليس كذلك شيئا من ذلك فهو الكشف الشيطاني لا الكشف الرحماني. يعني واحد غير متبع للكتاب والسنه وقع في نفسه او كشف له فيما يقال له ان هيحصل الحاجه الفلانيه وهو ليس متبعا، يبقى ده كشف ايه؟ ده الشيطان، الشيطان اللي كشف له. ليس هذا من حيل الشيطان، لا الهام الحق. القضيه دي مهمه للغايه، وهو انه لابد ان يعرض الكشف والالهام على الادله، الكتاب والسنه والاجماع، بل وعلى القياس الايه؟ الصحيح. ولهذا كان عمر، يقول شيخ الاسلام: ولهذا كان عمر يشاور الصحابه ويناظرهم ويرجع اليهم في بعض الامور. عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري، فقال له ابو موسى: لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا، اما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تسمعون بهذه الايه
في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ زاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة. متفق عليه. فعمر لم يتذكر به الواقعة فترك عمارا يحدث بها ولكن حذره من الخطأ. قال له: إيه احذر. عمر رجع عنه مش شاكل الواقعة دي. عمار يقول عمار ذكروا بها مش قادر يذكر. عمر رضي الله عنه قول في المسألة هو ابن مسعود. شوف منزلة عمر وابن مسعود عالية جدا في الأمة من أعلى الصحابة ومع ذلك شبه إجماع الأمة على ترك قول عمر وابن مسعود وهو أن الجنوب إذا لم يجد الماء يتيمم. هم بيقولوا لا ما يتيممش ولو بقي شهرا. شوف قول عمر رضي الله عنه تركه كل العلماء إلا أئمة الأربعة وغير الأربعة على هجران ترك قول عمر على هجران وترك قول عمر ويقولون إذا أجنب الإنسان ولم يرد مأني تامم مع منزلة عمر وابن مسعود. هذا هو الفرق في الإلهام عند أهل السنة والصوفية. الصوفية يقولون الذي يكون بين يدي الشيخ يلزم أن يكون كالميت بين يدي الغاسل ومن اعترض انطرد لأنه لا يوجد احتمال لمناقشة الشيخ حتى إذا أتى المنكرات ويقول لعله يوجد سر بينه وبين الله عز وجل فيكون ذلك منه كالذي حدث للخضر مع موسى وقد يصل هذا الى الكفر اذا استحل المحرم المعلوم من الدين بالضروره يتحين او راى عدم وجوب المعلوم من الدين بالضروره وجوبه كوجوب الصلاه الخمسه او لا حتى الولي ما يصليش مش مهم يصلي حتى يفعل محرمات الزنا والفواحش وشرب الخمر ولكن ما اكيد في سر بينه وبين ربنا حتى لو قتل قدام ولو زنى يقول في بينه وبين ربنا حاجه يرى بها ان هذا الامر ايه يحل لا ولا يرضى الله. فعمر رجعهم كان يسوي الصلاة ونظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وربما يبقى ناسي ويسركهم على اجتهادهم ينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقرهم على منازعته يعني حتى لو ما قروش على رأيه على رأيهم يقرهم على أنهم بإيه بنقشوه وبيقولوا له إيه أنت ما تتذكرش الواقعة الفلانية ده الآية بتقول كذا ده الحديث بتقول كذا. عمر رضي الله عنه ما قال لهمش مرة ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب ده القرآن نزل بموافقتي ما قال لهمش ولا مرة كده. فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني لا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني فأي فأي من ادعى فكل من ادعى يعني أو فكل من ادعى أو ادعي له أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون ولو قدر هذا من أفضل الناس يعني لو سلمنا من رجل عابد وصالح ويعني من افضل الناس لكان مخطئا. فعمر بن الخطاب افضل منه وهو امير المؤمنين وكان المسلمون ينازعونه ويعرضون ما يقول هو وهم على الكتاب والسنه. وقد اتفق سلف الامه وائمتها على ان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الانبياء وغيرهم فان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب عليهم الإيمان يجب على الناس
الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل. يجب على الناس، يجب على كل أحد أن يؤمن بجميع ما يخبرون به عن الله، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء، فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا. فيما قاله له أجر على اجتهاده، ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي بحسب استطاعتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، في أكثر من غير نذر شيخ الإسلام الصحيح أن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مفسر لقوله فاتقوا الله حق تقاته وليس ناسخا، حق تقاته ليست منسوخة، يرد شيخ الإسلام على من يقول هي منسوخة، لأن البعض يقول هي منسوخة باصطلاح السلف كما ذكرنا أنه بيان للإيه لما احتمل إجمالا، لأن حق التقوى هي ما استطاعه الإنسان، والآيات دليل على أن المخطئ في الاجتهاد إذا استفرغ وسعه مغفور له خطأه، لأن إصابة الحق حينئذ ليس في وسعه، بذل كل ما عنده، لم يتبع الهوى ولم يقصر في طلب العلم، بذل كل ما عنده فهو عاجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بما جاءت به الرسل في غير موضع، يعني مش كل ما جاء به الأولياء، ما جاء به الرسل والأنبياء، كقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لما أوتي النبيون الأنبياء هم الذين يجب قبول كل ما جاءوا به. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لما أنزل على الأنبياء، قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل دليل يذكر شيخ الإسلام أنه يجب قبول ما جاء به النبيون الأنبياء وليس الأولياء، لأنه كما ذكرنا هناك من يرى أن الإلهام للأولياء نبأ يقع وحيا قاطعا فيلحق بالوحي المنزل من عند الله فتقع البدعة، تأتي البدعة بأوسع أبوابها من خلال الإلهام أو الكشف المدعى. يقول هذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو ما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل، وهذا كثير في كلام المشايخ. القاعدة دي المتفق عليها موجودة في كثير من أئمة الصوفية المعتبرين عندهم المشايخ الذين
يعني هم من اهل السنة يصرحون بانه لابد من عرض ما يقع في قلوبهم على الكتاب والسنة. يقول كقول الشيخ ابي سليمان الداراني رحمه الله انه لا يقع في قلب النكتة، النكتة عن الفائدة، من نكت القوم فلا اقبلها الا بشاهدين الكتاب والسنة. لذلك نقول عندما نعرض في من بعض المنازل التي يعدونها من منازل الفضل على الكتاب والسنة نجدوها لا حقيقة لها. الصوفية بعضهم يعد منازل لا أصل لها كالدهش والهيمان والسكر، هذه المقامات من مقدمات الفناء، مرتبة الفناء أصلا لا يدل عليها دليل من الكتاب والسنة. وكذلك أفعال بعضهم، يعني تعرض الأفعال وتعرض الإيه الأقوال، مثل الذي فقع عينه عندما نظر إلى امرأة لا تحل له عقوبة لنفسه، دي مذكورة في كتب الرقائق، والبعض أحيانا ممن ينقل لا إيه لا يراجع هذا. طب تعرض هذا إن في حد من الصحابة نظر إلى امرأة ففقع عينه، عنده إذا في صحابي نال من امرأة كل شيء إلا أنه لم يجامعها، فلما نزلت الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ما قالوش رسول افقع عينك واحرق جلدك علشان في تؤدب نفسك. البعض من الصوفية كان يفعل ذلك، هذا لم يرد في كتاب ولا سنة، وهذا إفساد لما وهبه الله إياه، وليس من حقه أن يفعل ذلك، مع أن غرضه أن يلزم نفسه بغض البصر. فعلم تهذيب النفوس وأحوال القلوب لابد أن يعرض على الكتاب والسنة كسائر أنواع العلوم الشرعية. يعني مش علم تهذيب النفوس ده خاص بهؤلاء القوم خذوا زي ما هو من عندهم، لا، لابد أن يعرض على الكتاب والسنة. عشان كده كلمة الشيخ ابي سليمان الداراني من أهم الكلمات، إنه لا يقع في قلبي، إني لا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم، فإذا من الفوائد فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. وقال أبو قاسم الجنيد رحمه الله: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا ولا يقتدى به. وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فقال أبو عمرو ابن مجيد رحمه الله: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. الوجد ما يجده السالك في قلبه من شعور بالرقة والمحبة أو شوق إلى الله، فهو لابد أن يعرضه على الكتاب والسنة. كثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه في كل ما يفعله، في كل ما يفعل، وإن خالف الكتاب والسنة. يعني إذن ليس كل من يدعي أنه ولي، ولا كل من يظن أنه ولي يكون وليا، ولا كل من كان وليا يقبل منه كل ما يقال. فيقول هذا الشخص يغلط كثير في هذا الموضع، فيوافق ذلك الشخص ويخالف ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتابعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق، ويكون له نصيب من قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن قوله تعالى له نصيب من قوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في المسند والترمذي وصححه عن علي بن حاتم في تفسير هذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وكانت تلك عبادتهم إياهم. حسن. ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول حرموا الوصول إلى الله بتضييعهم الأصول وهو التزام الكتاب والسنة فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد من الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه فقد قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما.